الحمد لله على الخشوع ونعمة السجود والركوع، سبحانه من بكل منا ووعد الخاشع دار الجنة، سبحانه من بكل منا ووعد الخاشع دار الجنة، ثم صلاته مع التسليم على النبي الخاشع الكريم وآله وصحبه من خشعوا وبالخضوع قد سموا وارتفعوا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم من الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبعد، حياكم الله أيها الأحبة الكرام، وما زلنا مع هذه يعني اللقاءات حول الخشوع في الصلاة، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا ذلك. لكن تخيلوا بداية كده، لو أن رجلا وقف بين يدي ملك من الملوك فقال له هذا الملك: سأسجنك لمدة 50 عام. الملك ده قال له: أنا هسجنك 50 عام. وبعد انتهاء المدة قال له: سأرجعك مرة أخرى بين يدي وأسألك سؤالا واحدا، إذا أجبت عليه إجابة صحيحة هطلعك براء، وإن لم تجب عليه إجابة صحيحة سيكون سجن ثم إعدام. تخيلوا في هذا السجن طوال هذه المدة بماذا يفكر هذا الرجل المسجون؟ طبعا هيفكر في السؤال ده: ماذا يريد هذا الملك؟ ما هو هذا السؤال؟ ماذا يقصد؟ ما هي الإجابة؟ تخيلوا لو أن أحدهم ممن سجن معه قال له: أنا أعرف السؤال الذي سوف يسألك إياه الملك. قال له: أنا عارف السؤال اللي يسأله لك إيه، كيف سيكون شعوره؟ طبعا هيقول له: أخبرني عن هذا السؤال عشان يجهز الإجابة. تدرون ما هي المفاجأة؟ أننا جميعا ذاك الرجل المسجون. نعم، نحن جميعا سوف نقف بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى يوم القيامة، وسنسأل هذا السؤال، فإن أجبنا عليه إجابة صحيحة فما بعده هين، وإن لم نجب عليه إجابة صحيحة يبقى إيه الأمر؟ هيكون إيه الأمر؟ هيكون على خطر. إذن المسألة ليست سهلة. السؤال هو إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عملي، وإن فسدت فسد سائر عملي. يبقى موضوع الصلاة ده أمر ليس بالهين، مسألة الصلاة، المحافظة على الصلاة، الخشوع في الصلاة، أمر ليس بالهين. عشان الكلام اللي هنسمعه النهاردة ده إن شاء الله هيدينا دفعة شديدة إن شاء الله تبارك وتعالى تجاه هذه الفريضة التي ينبغي علينا أن نحافظ عليها كما ينبغي، حتى نقع تحت قوله تبارك وتعالى: الذين هم في صلاتهم خاشعون، وهم الذين أعد الله تبارك وتعالى لهم جنة الفردوس. طبعا في اللقاء الماضي اتكلمنا عن الأذان. مفروض بعد الأذان حال الناس هينقسم هنا لخمسة أنواع. الناس هنا خمس أنواع. إما هناك من يصلي في المسجد وهو خاشع، في واحد يسمع الأذان وهيجري على المسجد عشان يصلي ويخشع وهو في داخل الصلاة. النوع الثاني الذي يصلي في المسجد وهو غير خاشع، هو رايح عشان يصلي في المسجد وممكن بيحاول كده يبحث عن أسرع المساجد يعني إقامة وأسرع المساجد في من حيث الصلاة، ويذهب بسرعة كده عشان إيه يصلي في المسجد ده بدون خشوع. النوع الثالث هو الذي يصلي في المنزل، يا عم الدنيا يسر وهيفضل مكانه وهيصلي فين؟ في البيت بتاعه. رابع حاجة الذي يصلي في المنزل ولكن خارج الوقت، يعني فضل ايه؟ فضل كده عمال يعني يتأنى او على مهله كده لحد ما وقت الصلاة خرج منه. رقم خمسة الذي لا يصلي أصلا بالمرء. يبقى دولت خمس أنواع من الناس. رقم واحد الذي يصلي في المسجد هو خاشع. الله تبارك وتعالى يقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقال تبارك وتعالى: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. يبقى الصنف الأولاني اللي احنا بفضل الله عز وجل عايزين نصل إلى هذه الدرجة، اللي هو يصل يعني وصل إلى هذه الدرجة من الخشوع والطمأنينة والراحة والسعادة وهو بين يدي ملك الملوك سبحانه وتعالى. رقم اثنين الذين يصلون في المسجد ولكنهم غير خاشعين، بيصلي في المسجد بس هو غير خاشع وبيدور على المسجد السريع، المسجد الصلاة بالنسبة لهم يعني حاجة كده إيه يعني مش أرحنا بها بلال، لا ده أرحنا منها، عايز يرتاح من الصلاة مش بيجد الراحة في الصلاة، هو عايز ينقرها كده أي كلام في أي كلام. اسمع هذا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يقول: إن الرجل لا يصلي 60 سنة ولا تقبل منه صلاة
يا 60 سنة بيصلي وصلاته غير مقبولة؟ فقيل له كيف ذلك؟ فقال لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا قيامها ولا خشوعها. يعني بالنسبة له إيه الصلاة؟ إيه سريع في سريع كده، نقر كده وخلاص، كنقر الغراب. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الرجل لا يشيب في الإسلام ولم يكمل لله عز وجل ركعة واحدة. قيل كيف يا أمير المؤمنين؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون، يأتي على الناس زمان إيه؟ يصلون وهم لا يصلون، وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان. ده بيقول على عهد، هو عهد إيه؟ عهد الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة. يعني تخيل يعني أيام الإمام أحمد أفضل من الآن، ومع ذلك بيقول: وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان. يبقى بيقول يأتي على الناس زمان يصلون وهم لا يصلون، وإني لأتخوف أن يكون الزمان هو هذا الزمان. أما نحن يعني إحنا بقى نقول على الزمان بتاعنا ده، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. زي دي أمثلة على الخاشعين. سفيان الثوري رحمه الله يقول، ده كان من يعني حبر من العلماء، يقول: لو رأيتم منصور بن المعتمر يصلي لقلتم يموت الساعة، يعني أكنه هيموت بعد الصلاة دي على طول من كثرة خشوعه وهو بين يدي الله جل وعلا. يقول القاسم بن محمد رضي الله عنه: غدوت يوما وكنت بدأت بعائشة رضي الله عنها أسلم عليه. يعني صحي كده الصبح وبدأ بمين؟ عايز يبدأ يومه بالسيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها يسلم عليه. يقول: فإذا هي تصلي الضحى، الضحى اللي كتير مننا بيأثر إيه مش مشكلة بالنسبة له صلاة الضحى دي، فإذا هي تصلي الضحى وتقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتبكي وتدعو وتردد هذه الآية، تكرر هذه الآية. يقول: فقمت حتى مللت. يعني هو فضل منتظرها أما تخلص عشان يسلم عليه. بيقول فضلت إن أنا يعني فضلت إن هي تبكي وتدعو وتردد الآية لدرجة إن هو اللي جالس ما بيصليش، عمل إيه؟ مل من الانتظار، مل. يقول: فما رأيت، فلما رأيت ذلك ذهبت إلى السوق فقلت أفرغ من حاجتي ثم أرجع، أروح السوق كده السوق وأشوف يعني أخلص اللي ورايا وأرجع لها تاني. يقول: ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما هي تردد وتبكي وتدعو. السيدة عائشة اللي هي مين دي يا جماعة؟ ده زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، وإن شاء الله هتكون زوجته في الجنة. يعني ومع ذلك يعني وهي من هي؟ وهي تردد في هذه الآية وتكرر وتبكي وهي بين يدي الله جل وعلا. يقول: ففرغت من حاجتي ثم رجعت وهي كما هي تردد وتبكي وتدعو. وقال ثابت البناني: كنت أمر بابن الزبير وهو خلف المقام يصلي كأنه خشبة منصوبة لا تتحرك. مش احنا بقى في الصلاة، انا شفت ناس بتبص في الساعة وهي بتصلي، شفت ناس بتفضل طول الصلاة عمالة تعدل في ملابس، وشفت ناس وصل ايه بيصلي وضرب الكشافات بتاعته يمين وشمال، وسبحان الله يعني ناس الله عز وجل العفو والعافية. يعني بعضهم يقول: ما رأيت مسلم ابن يسار ملتفتا في صلاته قط، خفيفة ولا طويل، ولقد انهدم ناحية من المسجد ففزع أهل السوق الذي بجانب المسجد وهو في المسجد في صلاته فما التفت. يعني إذا المسجد جنب من المسجد كده وقع وبيصلي والناس كلها فزعت من هذا، هو واقف في الصلاة زي ما هو بيصلي، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. رقم 2: الذي يصلي في المنزل. ده اللي بيقول الدين يسر يا عم ويسمع الأذان ويفضل مكانه ويصلي في بيته. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني إيه صحف كده على أيديه. يقول: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرك عليهم بيوتهم بالنار. يا رب سلم. يبقى العلماء أخذوا من حديث دوت أن الصلاة الجماعة يعني واجب. يعني تخيل بيقول: ثم
يذهب إلى الجماعة اللي هم بيصلوا في بيوتهم دولت ويستهينوا بهذا الأمر فأحرك عليهم بيوتهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني إيه؟ يعني لبيان أهمية هذا الأمر وإنكار على من يتخلف عن صلاة الجماعة. طيب بالنسبة للنساء، النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أخبر أن صلاة المرأة في بيتها خير من إيه؟ خير من غرفتها. أنا بيمسكوا في الحديث ده وتقول لك إيه؟ صلاة المرأة في بيتها خير من إيه؟ خير من غرفتها، يعني هي تصلي بقى في البيت بتاعها. طيب الحديث ده النبي عليه الصلاة والسلام قاله ليه؟ يعني حتى المرأة تكون في مأمن عن الفتن. طيب لما نيجي نشوف دلوقتي النساء بتوعنا، تلاقي الواحدة بتخرج من بيتها كم مرة في اليوم؟ لا يقل عن 30 مرة، تذهب تشتري حاجتها وترجع والكلام ده كله. طيب الصحابيات رضي الله عنهن كان حالهم ايه؟ كانوا يتخلفوا عن صلاة الجماعة؟ سبحان الله، انا قرأت فوجدت ان غالب نساء الصحابيات لا يتخلفن عن صلاة الجماعة. اسمع هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها قالت: لقد كان رسول صلى الله عليه وسلم يصلي الفجر فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن ثم يرجعن الى بيوتهن ما يعرفهن احد من الغلس. المروط اللي هي اكسيه، يعني معلمه، تكون من الايه؟ من الحرير وتكون من الصوف. ومتلفعات يعني متلحفات، يعني خارجه بالحجاب بتاعها ورايحه تصلي الفجر ورا النبي عليه الصلاه والسلام في المسجد. الغلس اللي هو اختلاط ضياء الصبح بظلمه الليل. يبقى المراه اذا كان هناك مسجد قريب وهي في مأمن وفي حجاب شرعي وفي يعني محرم هيكون ماشي معاها وهي رايحه، يبقى الافضل لها ان هي تصلي وتشهد الايه؟ تشهد المجالس الخير في المسجد وتسمع الصلوات الجهريه التلاوه وتتاثر. اكيد طبعا ده بيفرق كتير عن الصلاه في البيت، عن الصلاه في البيت. مش غالب النساء تبص تلاقيها يعني المسجد ممكن في شارعها وجنبها وقريب منها وما دخلتش المسجد في حياتها كله مره ولا اتنين وماسكه في الحديث ده ان صلاه المراه في بيتها. طب انت بتحافظي على نفسك من الشارع قوي كده ما بتخرجيش يعني الشارع؟ ده انت بتخرجي الشارع في اليوم يعني عشان تشتري حاجتك وترجعي لا يقل عن ايه؟ عن 30 مره. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. يبقى مساله صلاه الجماعه دي مهمه جدا جدا سواء كان للرجل او سواء للايه؟ للمراه. لكن المرأة يرخص لها أحيانا إذا كان هناك أي فتنة أو أمر زي كده فيجوز لها في هذه الحالة أن تصلي فين؟ تصلي في بيت. يقول سعيد بن مسيب ابن المسيب: ما أذن المؤذن منذ 30 سنة إلا وأنا في المسجد. ويقول: ما نظرت في قفا مصلي في المسجد، لدرجة يقول ما اذكرش كده ان هو جاء عليه ولا مرة ان هو صلى وكان فيه واحد يعني ايه صلى في الصف الثاني وكان فيه يعني ايه حد امامه في الصف اللي قدام. سبحان الله. ويقول غيره: ما فاتتني التكبيرة الاولى 40 عاما الا يوم ماتت امي. انشغل بقى بامه لاحتضاره بتاع، فلا دي المرة الوحيدة اللي ما صلىهاش في حياته سبحان الله في الجماعة. ويقول قاضي الشام سليمان المقدسي: لم أصلي الفريضة منفرد إلا مرتين وكأني لم أصلي هاتين الصلاتين إلى الآن. بيقول مش فاكر في حياته كلها إن هو فوت صلاة الجماعة إلا مرتين بس، وبيقول إلى الآن عمال بيحاسب نفسه على الصلاتين اللي هو ما صلاهمش في الجماعة دول. يقول عبد الله بن عمر القواريري، واسمع القصة دي رضي الله عنه، قال: لم تكن تفوتني صلاة العشاء في جماعة قط، فنزل بي ليلة ضيف فشغلت بسببي وفاتتني صلاة الجماعة، انشغل بالضيف والكلام ده وتأخر عن صلاة الجماعة. يقول: فخرجت أطلب الصلاة في مساجد البصرة فوجدت الناس كلهم قد صلوا وغلقت المساجد. دور على أي مسجد مفتوح مش لاقي ولا مسجد مفتوح عشان يصلي في الجماعة. يقول: فرجعت إلى بيتي وقلت: قد ورد في الحديث أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفرض ب27 درجة. يقول: فصليت العشاء 27 مرة. فضل يصلي العشاء كم مرة يا شيخ؟ 27 مرة صلاة العشاء، مع ان ده طبعا ايه يعني لم يرد في السنة، يعني الامر يعني هو شدد على نفسه، هذا غير ايه يعني غير صحيح. المهم هو عمل كده. يقول: ونمت بعد ما صلى العشاء كم مرة؟ 27 مرة. فرأيت في المنام كأني مع قوم على خيل وأنا أيضا على فرس ونحن نستبق، يعني عمالين يتسابقوا بالإيه؟ سباق خيل، لكن الفرس بتاعته كانت هزيلة كده
بيقول فلم ألحقه، مش قادر ان هو يحصل زمايله اللي هما بيسبقوه بالايه بالخيل. يقول فالتفت الي احدهم فقال لي لا تتعب فرسك فلن تلحقنا. قال له ما تتعبش نفسك، انت مش هتلحق بينا. قلت ولما؟ قال لاننا صلينا العشاء في جماعه وانت صليت وحدك. يقول فانتبهت من منامي، يعني صحي من النوم، يقول وانا مغموم حزين. شوف حالهم كان عامل ازاي رضي الله عنهم وارضاهم. احد السلف اسمه عامر بن عبد الله يقول سمع المؤذن هو في نزع الروح ومنزله قريب من المسجد، فقال، يعني قال اللي معاه كده خذوا بيدي، فقيل له انك عليم، فقال اسمع داعي الله فلا اجيبه، فاخذوا بيده فدخل في صلاه المغرب فركع مع الامام ركعه ثم مات. يا ده الواحد مننا بيبقى عنده شويه برد ويقول لا انا سنه تعبان هصلي في البيت، ده في وقت بيموت وقال لهم خذوني للمسجد، يقولوا انت عليه لا تروح المسجد ازاي؟ قال لهم اسمع داعي الله فلا اجيبه، سمع المؤذن وسمع الاذان وما روحش المسجد. وبالفعل خدوه ودوه المسجد وصلى المغرب وركع مع الامام ومات وهو راكع بين يدي الله جل وعلا. رابع حاجه الصنف رقم 4 من الناس اللي هو الذي يصلي في المنزل ولكن خارج الوقت، اللي بيفضل بقى ايه يتلكع ويضيع في الوقت لحد ما وقت الصلاه بيخرج. نسال الله عز وجل العفو والعافيه وربنا يهدينا جميعا. عن سمراء بن جندب رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني مما يكسر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم رؤيا؟ النبي كان كل يوم كده بعد الفجر يقول لهم حد منكم شاف رؤيا النهاردة؟ اللي شاف رؤيا بيحكيها للنبي صلى الله عليه وسلم والنبي بيقول له الرؤيا بتاعته تفسيرها إيه؟ قال فيقص عليه ما شاء الله أن يقص. كل بقى اللي شاف رؤيا يعني يحكيها للنبي عليه الصلاة والسلام. وإنه قال ذات غداء يوم كده قال لهم أنا بقى اللي أحكي لكم الإيه الرؤيا اللي أنا شفتها. اللي شافه النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه أتاني الليلة آتيان وإنه مبتعثان يعني ملكان يعني وإنهما قال لي انطلق وإن انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة. واحد مضطجع والتاني قائم عليه إيه بصخرة كده معاه، وإذا هو يهوي بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتدهدغ الحجر ها هنا فيتبع الحجر، ياخد الحجر تاني ويفضل يكسر له في رأسه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان، ثم يعود إليه فيفعل به مثل ما فعل به المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذان؟ قال لي انطلق انطلق. في آخر الحديث تدرون من هذا الذي يفعل بهذا المنظر البشع؟ قال فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة يقول لا أستطيع أن أستيقظ. طبعا إذا كنت ستنام متأخرا وتأكل في آخر الليل عشان تشبع أكيد جسمك هيتقل وهيبقى صعب عليك. يبقى تخيل كده لو واحد عنده موعد كده طائرة الساعة مثلا 3 صباح، ده هيكون نومه شكله إيه؟ هيصحى للطائرة ولا مش هيصحى؟ طيب واحد تاني مشغول انه عايز يشتري عيش، اصل العيش هيبقى ايه في الوقت الصباح بس وبعد كده مش هيلاقي عيش طول اليوم، هينام ولا لا؟ انا بشوف ناس سبحان الله العظيم عندها حرص شديد جدا جدا ان هي تقوم الصبح بدري عشان تشتري العيش وما تدخلش المسجد عشان تصلي، سبحان الله. لا ونساء كمان وكمان يعني كبار في السن، سبحان الله. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. الصنف الخامس من الناس والأخير هو الذي لا يصلي، يعني نسأل الله عز وجل أن يهدي الجميع. يعني معقول واحد مسلم لا يصلي؟ كيف لا يصلي؟ كيف يعني يستحمل هذه الحياة بلا صلاة؟ سبحان الله. الصلاة دي أصلا بتاخد من الوقت قد إيه؟ 5 دقائق 10 دقائق؟ الخمس صلوات كلها خلال اليوم بتاخد قد إيه؟ 50 دقيقة في اليوم الواحد، يعني وبقيت اليوم كله لك. يبقى اللي ما بيصليش ده يخاف على نفسه ويعلم انه على خطر عظيم. لما اشوف ابني ما بيصليش اعرف انه كده على خطر عظيم، لازم انصحه. شايف زوجتي ما بتصليش لازم انصحها، شايف اخويا اختي امي لازم انصح الجميع عشان هم كده على خطر عظيم، خطر عظيم بعدم المحافظة على الصلاة. واسمع الحديث دوت، قال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هو مين اللي هيرضى على نفسه كده او يرضى على اولاده او زوجته او اي حد قريبه او صاحبه ان هو بيصليش وعلى هذا الخطر العظيم؟ يبقى الامر ايه؟ الامر جلل يا جماعه. ولذلك عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه عن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم
كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر غير الصلاة. يبقى الأمر شديد ليس بالسهل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، حديث رواه مسلم. يبقى لا بد أيها الأحبة وأن نحافظ على هذه الصلاة بخشوعها في بيوت الله تبارك وتعالى في أول الوقت. وإن شاء الله تبارك وتعالى أنا أرجو أننا نطبق يعني هذه الأمور اللي احنا بناخدها، وإن شاء الله يتحول هذا إلى منهج عملي في حياتنا اليومية إن شاء الله تبارك وتعالى. وطبعا خدنا قبل كده طبعا يعني إيه شعور المناجاة ونحن بين يدي الله تبارك وتعالى، شعور الرهبة، شعور الحياء، الأمور دي كلها نحاول نستحضرها كده وإحنا واقفين بين يدي الله سبحانه وتعالى. لأن لو صلحت الصلاة فهي أول ما يحاسب عليه العبد إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من المحافظين على الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، ويجعلهم الله تبارك وتعالى من أهل الفردوس ويخلدون فيه بأمر الله تبارك وتعالى ومشيئته. هذا والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.